أنا مشاعري متشابهة لمشاعركم، فحين سمعت خطاب أوباما في جامعة القاهرة ملأني الحماس والتفاؤل، وحمدت القدير وتمنيت أن يحدث التغيير، ولكن في النهاية شعرت بخيبة أمل حينما لم يحدث ما توقعناه. ولكن في النهاية أنا أفهم أن هذا يقع على عاتق الشعب الأمريكي وليس على عاتق شخص واحد. علينا جميعا التحدث، علينا جميعا أن نكون فاعلين. فهناك بعض القضايا التي لا ينتقدها أحد، فالبعض يخشى أن يدافع عن الإسلام مثلا لأن هذا قد يؤثر على وظيفته. لذا من المهم جدا أن نخرج عن هذا الصمت وأن ندافع عن مبادئنا وقيمنا، وفي نفس الوقت أنجح في الحياة في أمريكا. ولكن أيضا يجب أن أكون صادقة ومخلصة في انتقاداتي، فالانتقادات سيكون مصدرها الحب والأمل أنه في المرة القادمة التي أكون في موضع سلطة سأتعلم من أخطائي، ودائما سنحاول أن نكون أفضل.